السلام عليكم اخواني. بالنسبة للأعمال الفنية، عمل الكاسات أو الصحون، يوجد لدينا مجموعة قوالب وألوان لمادة الأيبوكس الشفاف، مادة الرزن. أوريكم القالب حق هذه الكاسات. هذا القالب هذا على شكل كاس مفرغ، مجرد ما تصب المادة الأيبوكسي والألوان هذه الجهة إلى السطح هذا، تجي اليوم الثاني وتعطيك أشكال الألوان المتداخلة مثل ما أنتم شايفين، أشكال حقيقة جميلة جدا. طبعا تقدر تشرب فيه الكاس هذا يعني بشكل الرخام. جميع الألوان متوفرة عندنا. مادة الأيبوكس الشفاف، مادة الرزن، متوفرة بكميات كبيرة. أسعارنا جدا جدا ممتازة بالنسبة حق مادة الرزن. هذه تعمل صحون. عندنا مجموعة كبيرة جدا من القوالب. مؤسسة دهانات المرجان، مملكة العربية.